القصير القديم. نبدأ مع المكان القديم لأهل القصير، وهو يبعد عن المكان الحالي بحوالي 7 كيلومترات. كان القصير القديم عدوه منذ العصر الفرعوني، ثم البطلمي، ثم الروماني، ثم العصر الإسلامي إلى منتصف القرن السادس الميلادي، وتحديدا في العام 1541 جاء الناس من القصير القديم إلى المكان الحالي. بدأ العهد العثماني في هذا المكان، وبيوتات القصير كما وضعها الألماني كارل بنيامين كولستنجر رسم خريطة للقصير، 3 حارات: حارة الفوقانية وهي الأولى، والحارة الوسطى، ثم الحارة الغربية التحتانية. 3 حارات، كل حارة بها مجموعة من الشوارع أو الدروب. بيوتات القصير القديم بنيت بالأحجار التي اقتطعت من جبال القصير، أحجار الكوارتز أو الحجر الجيري، يقومون بحرقه ثم تقطيعه حسب البناء. وأيضا هناك ما هو مبني بالطوب اللبني، طفلة أو الطمي، طمي السيل وليس طمي الريف، مخلوط بالقش وهو الطوب اللبن. تبدأ بالبوابة الخشبية التي استبدلت بالأبواب الخشبية العادية، ثم باب منكسر. الباب المنكسر له حكمة وفلسفة في العمارة العثمانية، هو يواري من هو في داخل البيت. ثم الصالة الكبرى، وتلك الصالة محاط أعلاها بالبلكونات الخشبية أو التلسنات تطل على صحن الدار، وهناك 3 و4 طوابق، والتلسنات الخارجية معمولة بالأرابيسك والتشكيلات المختلفة. من أقدم بيوتات القصير ما هو كائن في الحارة الفوقانية أو حارة فوق كما يحلو لأهل القصير بتسميتها. حارة فوق بها أول بيوتات القصير، أشهرها بيت حسين عثمان غبان، وهناك فندق القصير وهو ملك الشيخ توفيق علي مصطفى شيخ عربان العبابدة، وهو الآن منضم للآثار ومؤجر لأحد أحفاده، وهو فندق القصير.